برأيكم أصدقائي، هل الدوري الألماني أصبح دوري ضعيف جدا لدرجة أنه ما في ولا فريق بالدوري الألماني قادر يحط حد لنادي بايرن ميونخ ويسرق منه بطولة الدوري المحلي؟ شو هي وجهة نظركم؟ راح أعطيكم أنا وجهة نظري. من وجهة نظري، لو كان فعلا الدوري الألماني ضعيف مثل ما عم ينحكى وينقال، ما كان البايرن ميونخ فرض هيبته وصنف كواحد من أفضل الأندية اللي بتلعب كرة قدم بالعالم. وشوفوا لنا فيديو احتفال جنوني لساديو ماني مع جماهير البايرن ميونخ. طب شو ناقصها باقي الفرق لحتى تقدر تنافس البايرن؟ برأيي الفرق ناقصها انها تدعم صفوفها بالشكل المظبوط، خاصة وانه اللعب بالبوندسليغا بطل يجذب كتير لاعبين نجوم عالميين. الكل بيروح الا اذا انا بدي روح على المانيا بحط براسه نادي بايرن ميونخ.